صباح الخير مشاهدينا. اليوم احنا في قرية صفارين من الجنوب الشرقي لطول كرم. صفارين بتمتاز بأراضيها الواسعة والمشهورة بانتشار فاكهة الصبر خاصة في فصل الصيف بكثافة. اليوم رح نتعرف احنا وياكم على كيفية قطفها والطرق والآلات التي تستخدم بذلك. خليكم معنا. في الصباح الباكر يغدو عمر حاملا سنارته موجها بوصلاته نحو أرضه ليجني ما طرحته من محصول التين الشوكي أو ما يعرف محليا بفاكهة الصبر، فيلتقطها بشغف دون الاكتراث لأشواكها المؤذية ذات الملمس الناعم. عمر نوفل ابن 17 ربيعا من قرية سفارين يحب استثمار عطلاته الصيفية في جني محصول الصبر الذي يعتبر موسما صيفيا مميزا في قريته، فلا يكاد منزل يخلو من هذه الفاكهة. الصبر بده صبر، يعني مش سهل تلقيته. الصبر بده جلد، بده صبر. يعني الواحد اللي بده لقط، ما يعني نادر ما بتلاقي إلا 4-5 اللي بلقطوا بيبيعوا، ولا الناس تانين يعني بلقطوا إلهم يعني للأكل بس. هسا الواحد يعني بده يصحى بدري، يعني على الساعة 6 هالوقت الصيفي بده يروح المزرعة يلقط منها. أداة اسمها صنارة، الواحد بيحملها يعني بده يختار حسب ما هي إلها وجهين، بده يختار حسب قديش حجم الكوز عشان يلقط الوجه اللي بختار الكوز الصح. تلقيطه في تلقية مناس، مثلا أول واحد بيجي بيلقط الكوز بده يلقط من عرك اللوح، من عرك اللوح اللي عليه. هسا بده يمد صنارة على الآخر وبعدين يقطفه، مش يقطفه عشان يطلع منه الكشر بتاعته وبخرب الكوز، بعدين بخرب السطل كامل. فاكهة الصبر عدا عن أنها ثمرة حلوة المذاق ويفضلها الكثير في فصل الصيف، إلا أنها تقطف وتنظف بآلية خاصة لا يتقنها إلا القليل. الصبح بيكون في ندى. هسا من الصبر بتعرفوا إنه فاكهة الصبر ثمرة عليها شوك. الشوك هاي اذا فات بعين واحد يعني مشكله، يعني الواحد بده يروح على يدفع كشفيه 50 شيكل مشان شوكة صبر فقط، والواحد بده يلقط 4 دلاو مشان يسوي هاي الكشفيه. الصبر الصبح عشان بكافينا ده الشوك بيلزق الثمره، يعني الواحد بيلزق الثمره. بس كيف الواحد بيسال كيف بدنا نعمله؟ هسه لما نعمله خلي منديره على الارض مثلا بتطلع الشمس بنشف، ومن ما عمله بعدها يعني بيطلع جاهز. وتعد صفارين واحدة من أشهر البلدات الكرمية إنتاجا للصبر، فيستمر الموسم فيها نحو 40 يوما يتسابق خلالها المزارعون لجني محصولهم وتسويقه. أبوي عودنا وإحنا صغار الشغل أنا وإخوتي، فبنزل يعني بلقط. الواحد يعني قاعد في الدار، ليش تضل قاعد في الدار مدام في شغل في مردود اقتصادي؟ بروح بلقط، بروح يستغل العطلة. من صوكو في مرات ناس من البلد، يعني مثلا ناس بما بلقطوا احنا بنعطيهم بنبيعهم بالدلو بالدلوين. في عنا واحد من البلد بياخذ كمان منا، يعني بياخذ كميات وبيبيع بطول كرم. مرات احنا يعني اذا انه هاي مسوكنش بنروح معاه بنساعد، يعني احنا بنروح بنسوق بطول كرم. الصبر في فلسطين له كينونته الخاصة، كيف لا وهو إحدى السمات التي يتحلى بها الفلاح الفلسطيني ويعشقها لتتمثل باعتنائه بهذه الثمرة ليستمتع متناولها بمذاقها الطيب. لتلفزيون الفجر الجديد، تسنيم قشور.